قام وزير الداخلية محمود توفيق بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وقام بتسليمهم الأنواط التي صدق الرئيس السيسي على منحها لهم. يأتي ذلك تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بهذه المناسبة. منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية اسم الشهيد. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديرا لما قدموه من تضحيات لينعم الوطن بالأمن والاستقرار. ثالثاً المتميزون من أعضاء هيئة الشرطة. الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بهذه المناسبة شهد تكريم المتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لجهودهم في مختلف مواقع العمل الشرطي لتحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، فهم نماذج متميزة، ويعد تكريمهم تكريماً لكل رجال الشرطة الذين يسعون نحو التميز في الأداء الأمني. وخلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود لتحقيق رسالة الأمن وبالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات العمل الأمني. كما وجه الوزير التحية والتقدير لأرواح الشهداء وللمصابين من رجال الشرطة لما قدموه من تضحيات ليحيى الوطن في عزة واستقرار، حيث ستظل هذه التضحيات محل فخر واعتزاز الجميع. وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية، فهو حافز للجميع لتطوير الأداء والارتقاء بالمهارات للنهوض بمستوى الأداء الأمني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.